منافسة كأس الجمهورية ستعود إلى الدوران هذا الأسبوع، ستحمل معها مفاجآت كثيرة بين أندية تسعى إلى بلوغ النصف النهائي ثم النهائي والعودة إلى سكة التتويجات، وأندية طامحة للدخول إلى التاريخ من بوابة كأس الجمهورية بما أنها ستلعب دور ربع نهائي المنافسة. مباراتا الجمعة سيكون فيها ملعب 5 جويليا مسرحا للقمة التي ستجمع المولوديتين العاصمية والبجوية، لقاء سيكون على صفيح ساخن ومفعما بالإثارة والندية بالنظر إلى رغبة الفريقين في تحقيق التأهل ومواصلة المغامرة وعينهما صوب التتويج باللقب. العميد المرشح الأول لبلوغ نصف نهائي المنافسة نظرا للفرديات التي يملكها سيكون المستفيد الأكبر من عاملي الأرض والجمهور، ما يجعل كل الفرضيات تصب في صالحه. لكن كرة القدم لا تؤمن بالمنطق، فأشبال المدرب راشيد بوعراطة عازمون على تخطي عقبة المولودية وبلوغ نصف نهائي السيدة الكأس التي أضحت الهدف الثانوي بعد البطولة الوطنية، ذلك أمام فريق سيدخل بمعنويات كبيرة بعد فوزه الكاسح بتسعة أهداف في المنافسة الإفريقية والتعادل بهدفين أمام اتحاد الجزائر. لقاء آخر سيكون بطعم خاص وستوجه الأنظار إليه بالنظر إلى المفاجأة التي أحدثها فريق شباب الزاوية المنتمي للقسم الجهوي لرابطة البليدة، حيث سيواجه جمعية عين مليلة متصدر بطولة الرابطة المحترفة الثانية. شباب الزاوية وبقيادة المدرب بلال زواني سيكونان أمام أمر الواقع، وكلهم عزم وإرادة للإطاحة بصاحب الريادة في القسم الثاني، وسيرفع أشبال زواني في هذا اللقاء التحدي لإحداث المفاجأة، وعينهم صوب تحقيق اللقب ودخول التاريخ من بابه الواسع. أما جمعية عين مليلة فستدخل للتأكيد وبلوغ الدور المقبل. إذن دور ربع نهائي السيدة الكأس سيكون فيه الصراع على أشده، بداية من مباريات الجمعة التي تحمل نوعا من الإثارة والندية، فلمن ستكون الغلبة في هذا الدور لبلوغ نصف النهائي، ولمن ستبتسم السيدة الكأس في هذه الطبعة؟